يا أخي الذي ينكر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هذا لا يعرف التوحيد أصلا ولا يعرف البدعة، لأن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هذا كان من استقراء العلماء لنصوص الكتاب أدلة الكتاب والسنة. فهذا عندما يقول أن هذا التقسيم بدعة هو لا يعرف البدعة أصلا، لأننا لا نتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا التقسيم، نحن نتعبد لله بالتوحيد. ولو جاءنا رجل وقال أنا لا أعرف هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد، لكن أقر أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحي المميت المدبر، وأنا لا أعبد إلا الله، والله سبحانه وتعالى لابد أن يوصف بالأسماء والصفات، أقول هذا بلساني وأعتقد هذا بقلبي وأعمل بجوارحي، فهذا لا يلزم أن يعرف هذا التقسيم. نحن نقول هذا التقسيم من باب تقريب الأفهام، وإلا هناك من يقسم التوحيد إلى قسمين ولا أشكال في هذا. المهم أننا نأتي بالتوحيد الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. وهذا مثل من يقول أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف، فهل يأتي عاقل ويقول أن هذا التقسيم بدعة؟ سبحان الله.